ومن الفوائد أن الحصر هنا في قوله وعلى الله فتوكلوا يفيد أن التوكل لا يكون إلا لله عز وجل. ومن ثم فإن قول بعض الناس توكلت على الله ثم عليك فإنه على الصحيح قول خاطئ، فهناك من المعاصرين وهي فتوى للجنة الدائمة بالجواز، وليس من ضمن اللجنة الشيخ صالح الفوزان، والأدلة التي ذكروها تفيد أنهم حملوا هذا اللفظ على ما يقدر عليه الإنسان كالمشيئة، ولذلك استدلوا بالنصوص التي بها مشيئة للعبد كقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم قولوا ما شاء الله ثم شئت. وهنا يظهر أن الشيخ صالح الفوزان ليس معهم، ولذا يرى المنع كما يراه كثير من العلماء، وذلك لأن التوكل عبادة قلبية، فليس للعبد ما يقدر عليها حتى نقول توكلت على الله ثم عليك، فيكون الصواب ولا سيما أن الشريعة جاءت بسد الأبواب المفضية إلى الشرك، فيكون الصواب عدم قولها، ويكتفى بأن يقول وكلتك في فعل هذا الشيء. والمسألة كما ذكرت فيها ما فيها مما قاله هؤلاء، وهم علماء كبار، لكنهم نظروا إلى ماذا؟ إلى الفعل، وأن العبد قادر على هذا الفعل. لكن من حيث التمعن نجد أن التوكل ليس فعلا، وإنما هو عمل قلبي، والله أعلم. ولو قال بها هؤلاء العلماء الكبار لو قالوا بالجواز فالمسلم يحتاط في ألفاظه.